اليابانيون يضغطون وجوه أولادهم في سرعة جديدة على الإنترنت. اليابانيون يضغطون ويصورون وجوه أولادهم وهم يحيطون بها بكلتا اليدين لتبدو كشخصية أوريجيني اليابانية. على ما يبدو أن الصرعة بدأت بعد أن قام الفنان إرهام ماساهيرو بتصوير ابنه وهو يضغط بكلتا يديه حول وجه الطفل لتبرز وجنتيه المنفوختين. لقد أعجبت الفكرة الكثير من مستخدمي الإنترنت، وقد شرح ماساهيرو عن كيفية الضغط على الوجه وبشكل مثلث لتبرز الوجنتين التي يخفق لها الفؤاد لمشاهدتها. وبما أن الإنسان بطبعه يميل لضغط الأشياء المنفوخة، فإن مستخدمي الإنترنت على طول الياباني وعرضها قاموا بتحميل صور لهم يضغطون وجنات أولادهم بقوة، كما وحاول بعض الراشدين أن يضغطوا على وجوههم لعمل كرات الرز، أو يقومون بذلك على وجوه بعضهم البعض حتى على وجوه الدمى. لقد كان الميم الأشهر الذي نشره تلفزيون اليابان الرسمي والذي يشبه السمك الفقاعة وبعضها يشبه شخصية كويبيتوس الكرتونية اليابانية واسمها هيدنج بيش بوتون. بعض الأطفال لم تكن وجوههم بحاجة للضغط لتبرز المعالم المراد من الميم. لابد أن حقيقة أن شخصية أونيجيري لكرة الرز وهي الطعام التقليدي في اليابان كانت السبب وراء انتشار الظاهرة بهذه القوة. بكل الأحوال لا تبدو على وجوههم السعادة أثناء الضغط عليها، فهل تعتبرون ذلك تعنيفا للطفل أم أنه شيء لطيف وحسن؟ شاركونا آراءكم يا سادة.